اهلا بكم اعزائي المشاهدين وخليك هنا. وزي ما وعدناكم في برنامجنا كل حلقه شكل وطعم ولون، ولون حلقتنا النهارده كلها فن وابداع ورياضه وموسيقى ومفاجآت. ممكن اكون محتاره اقدم ضيف النهارده لانه ببساطه كده بيفكرني بالفنان الشامل، يعني في الشعر نهر احساس، اما في الرياضه بقى حدث ولا حرج، بيلعب رياضتين من اهم واصعب الرياضات. في الموسيقى بيلعب على ثلاث الات موسيقيه. قال عنه رئيس المهرجان المستشار حسين حمدي انه عامل مهرجان لوحده، رفع اسم مدرسته هشام بركات للغات، وممكن يكون منافس ليا في الاعلام. معنا ومعاكم فائز جديد من مهرجان الطفل المبدع، المبدع المتالق المنافس ليا في الاعلام، إساف نبيل. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا. نورك إساف. انا عرفت اقدم بقى كده او انفع مذيع يعني؟ حضرتك احلى مذيع طبعا شفتها في حياتي. حبيبي، عايزه اعرف بقى مين اللي قدمك وخلاك تشترك في مهرجان الطفل المبدع؟ هو احنا اتفاجئنا ان مركز الموهوبين تبع التربيه والتعليم هو اللي رشحني، بس يعني انا كنت مبسوط ان انا عرفت، يعني عشان اختاروني ان هم ان انا همثل الدقهليه في الشعر. إساف، انت عندك 10 سنين وحصدت ميداليات اضعاف اضعاف عمرك، ممكن تقول لي ايه اقرب المواهب لقلبك؟ يعني انا كل المواهب او كل الهوايات اللي انا مارستها يعني حبيتها جدا، لكن لو هتكلم على الاقرب لقلبي قوي فطبعا هو الشعر. طيب في البدايه كده ممكن تسمعنا حاجه اقرب حاجه لقلبك؟ حاضر، في المايك بقى. انا هقول شعر للشاعر هشام الجخ، اسمها وصية أب لابنه حمزة. وحد إله، وحد إله، واترم في كنف وجناب واشكر، ولما تيجي تشكره اشكر، إنه علم حد فينا يعلمك إزاي بقلبك تشكره وتشكر. مهما تجلت المعاصي اوعى تيأس، مهما تجلت المعاصي اوعى تيأس، ربنا مش زيه زيك، ربنا بس اللي ما بيكفلش باب. فترمي في كنف وجنب واحفظ السكة، واحفظ السكة اللي ترجع منها ليه. إن عصيت وأكيد هتعصي، استحي وارجع نجيب. اللي دخلوا الجنة يا ابني، اللي دخلوا الجنة يا ابني مش ملايكة، اللي دخلوا الجنة كانوا زي أبوك، شنجوا من كتر المعاصي بس تابوا، وانت حظك إن ربك رحمته سبقت عذابه. فترمي في كنف وجناب. الله عليك، هو انا ناقصه قشعره؟ ما شاء الله عليك. قولي بقى مين اكتر حد بيساعدك وبيدعمك في تنميه مهاراتك؟ انا اللي ساعدوني ويعني دعموني طبعا كتير، واولهم طبعا بابا وماما، هما اللي ساعدوني وشجعوني على تنميه مواهبي، وطبعا مركز موهوبين بالتربيه والتعليم شجعوني كتير، من اول وكيل الوزاره الاستاذ علي عبد الرؤوف، الاستاذ صابر، والاستاذ ايهاب، والاستاذه كريمه، والاستاذ رباب، وطبعا في الكاراتيه اللي شجعني ودعمني ما اقدرش انسى كابتن هاني طنيب، يعني اللي اتعلمت منه طبعا ان مفيش حاجه مستحيله. اللي انت منزل صورك معاه على طول. طب تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم شكرا طبعا ليكوا كتير، وانا يعني بتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم واشرفكم. طيب انا دلوقتي قدمت ان انت منافس ليا في الاعلام، يا جماعه بجد هو منافس ليا في الاعلام، وفي بدايه الحلقه هو عمال ينافسني كتير، ماشي؟ فالحلقه مش هتعدي الا لما تعمل لي بقى لقاء ان انت مذيع صغير، يلا عشان الجمهور اكيد حابين يشوفك. ماشي، مساء الخير عليكم جمهوري اللي بحبه، مشاهدينا الكرام، متابعين قناه الصحه والجمال، اهلا بيكم في برنامج خليك هنا. حلقه النهارده غير اي حلقه، حلقه مختلفه جدا، حلقه كلها خفه دم وشاوى،
ومعانا ومعاكم المذيعة المتألقة صاحبة الضحكة المميزة الأستاذة إيمان حجازي. أهلا بيكي نورتينا. أهلا بيكي يا أساف، أنت وترتني. أحب في أول الحلقة أطلب منك توجهي كلمة لجمهورك، إيه شعورك وأنت ضيفة في برنامج بيقدمه طفل صغير؟ أنا بحبكم جدا، بحب جمهوري كله وبحبك وبقول بجد بجد أحلى حاجة حصلت لي الحضن اللي أنا خدته منك قبل الحلقة. أنت منورني. طب لو سألتك حلمك إيه بقى في المستقبل؟ يعني بتتمنى إيه؟ أنا بابا علمني إن مفيش حاجة اسمها حلم، في حاجة اسمها طموح، وأنا طموحي بصراحة كبير. يعني أنا في الشهر بتمنى إن أقول حاجة اسمها الرئيس، إن أقولها قدامه. في الكاراتيه أو في السباحة طبعا يعني بتمنى إن أنا أكون بطل عالم. لكن في حياتي أنا بتمنى إن أنا أكون رائد فضاء. في السباحة بقى إحنا عارضين لك قصيدة، تمام؟ يعني نتمنى يا جماعة القصيدة تتعرض دلوقتي، قصيدة جميلة جدا، وعاملين لك فيديو حلو صغير كده، البرنامج عامله لك ميكس من كل الجوائز اللي انت اخدتها. الفيديو هو معروض، هتقولي بقى ايه الجوائز اللي انت اخدتها كده بالترتيب. انا خدت جوائز في الدهلية مثلا، في كاراتيه خدت في الدهلية وفي قطاعات، وده في البطولات الرسمية. لكن في بطولة البرعام طبعا خدت بطل جمهورية كذا مرة ما شاء الله. وفي السباحة طبعا خدت ميداليات كتير. يعني بتغزنا، يعني انت بتغزنا على الهوا، صح؟ صح، ماشي كمل. بس انا خدت ميداليات في السباحة، وطبعا اول لوحة ادراك في الشعر. كمل انا معاك. خلاص هنشوف الفيديو كله. طيب تحب تقول ايه بقى لمدرستك هشام بركات للغات، للاداره وكل القائمين في المدرسه؟ طبعا اهم حد، والفيديو يعني معانا دلوقتي، اهم حد انا ما اقدرش انساه طبعا مس ايمان، شجعتني كتير، وطبعا كل اللي في المدرسه شجعوني كتير على تنميه المواهب برضو. وفي كل المسابقات اللي انا طلعتها كانت معايا كانت بتشجعني. معانا مكالمة. طيب المكالمة فصلت. طب يا اساف العصفورة قالت لي انك بتألف قصيدة ونفسك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمعها، ويا رب ممكن من خلال برنامجنا الصغير المتواضع القصيدة فعلا توصله. انت عاملها انت واختك؟ اه. طيب ممكن تقول لنا القصيدة؟ حاضر. في المايك. بحبك يا ريس، بحبك بجد، بحبك لحد ملوش اي حد، بحبك عشان شايفك كبير، شايفك عظيم، شايفك جوه قلبك شايل كل جيل. ما انا شفتك يا ريس مع ابن الشهيد بتنزل تبوسه وعلى قلبه تطبطب، بتقوله انت ابني، ابوك دمه غالي، ازاي بس يا ابني على اسمه نشخبط؟ ده عشاني وعشانك ابوك ضحى بحياته، فحقه علينا نخلد ذكرياته. وشفتك كمان مع ام الشهيد بتبكي لدموعها وتزورها يوم العيد، بتفرح عيونها وانت بتطمنها، حق ابنك هيرجع بايد من حديد. وان كنت فقدت ابن قلبك يا غالية، ده عشان لابنه يطلع فجر يوم جديد. وشفتك بعيني مع جيل الشباب بتضلل عليهم فاتح الف باب، يمكن حبة منهم قابلوك بالجحود وضغط الحياة زل في يوم لسانهم وزعلوك، بس ورب العباد جوه قلوبهم صدقني مش رح يغزلوك،
زادت اللزوم صدقني مش راح يغزلوك. قول عليك يا ريس لا ما تدمعيش، ده انت رئيس لدولة شعبها كله جيش، حتى الست فيها تاكل ألف راجل لو فكر في يوم لأرض مصر يعادي. رجالتك يا ريس محدش يقدر عليهم، طب بس سمعهم في لحظة نشيد بلادي. تلقى وحوش نسور ترهب النفوس، وانت بكل فخر هتقول دول ولادي. وفي آخر كلامي فاضل عندي كلمة، يمكن أبان يا ريس طفل ضعيف صغير، بس أنا واللي زيي هنقدر على المستحيل وللمستقبل نغير، هنقدر على المستحيل وللمستقبل نغير. انت عسل والله العظيم، انت عسل. انا متشوقه اعرف بقى في وسط المواهب دي كلها انت بتدرس وبتهتم في دراستك، يعني شطور ولا نص نص؟ قولي ومش هجيب سيره لماما خالص بصراحه. انا الحمد لله يعني كل سنه الحمد لله بطلع من الاوائل ما شاء الله. السنه اللي فاتت لا يعني سنه رابعه ما كانش فيه تقدير، لكن السنه قبلها الحمد لله طلعت من الاول. لكن ما انكرش يعني برضو ايوه انا عايزه الحته بتاعت ما انكرش الصغننه دي. ان انا ساعات برضو مش بلاقي وقت ان انا اذاكر عشان التمارين وكده. طيب انا قلت ان انت بتقول شعر، وانت قلت لنا شعر، وبتلعب كاراتيه وبتلعب الات موسيقيه، ايه الالات اللي انت بتلعب عليها؟ انا بعزف اكورديون وجيتار وأورج. ما شاء الله الثلاثه الحمد لله. عايزك تقول لي بقى رايك في البرنامج وايه كان شعورك وانت معايا دلوقتي، ايه شعورك بقى وانت معايا وانت مش اول مره تطلع في برنامج صح؟ تاني مره. ماشي، ايه شعورك وانت معانا النهارده؟ طبعا انا فرحان جدا وبشكر حضرتك، وبشكر طبعا مهرجان طفل المبدع والمستشار، لان انا يعني لولا المهرجان انا ما كنتش هبقى هنا. طب كلمه تقولها للمستشار حسين حمدي رئيس مهرجان الطفل المبدع. بشكر حضرتك جدا، يعني انا ان شاء الله هكون عند حسن ظنك، وانا طبعا لولاك ما كنتش هبقى هنا. طيب انت في شعر تاني انت قلت هتقوله لنا، نعرضه ولا انت تقوله لنا؟ ما اللي انت عايزاه حضرتك. طب الشعر ممكن يتعرض؟ طيب معانا المستشار حسين حمدي رئيس مهرجان الطفل المبدع. الو. الو، مساء الخير. مساء النور سياده المستشار، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا استاذه ايمان، ازي حضرتك يا فندم؟ انا مبسوطه باولاد حضرتك اللي دايما منورين البرنامج. ربنا يخليك يا فندم، النور بوجود حضرتك. سياده المستشار، انت قلت على ايساف، ليه قلت عليه عامل مهرجان لوحده؟ لا انا اسلم الاول على الشاعر الصغير ايساف نبيل واقول له انت مجال او عمليه ابداعيه رائعه اثرت فينا كلنا، وكان من ضمن الفائزين بمهرجان الطفل المبدع. وانا فعلا قلت عليه ان هو مهرجان لوحده. طبعا انت لو تعرفي حضرتك الاداء اللي قام بيه ايساف نبيل الشاعر الجميل، وان هو اساسا مش مترشح من مديريه التربيه والتعليم المنصوره. ما شاء الله. طبعا انا كان لفت انتباهي وانا اتحدث مع رئيسه مهرجان او رئيسه عام لجنه التحكيم الاستاذه هنا السباعي، من رايته في ايساف من مواكبه للحدث الثقافي وادراكه لاهميه الموهبه اللي كان بيتعامل بها في المهرجان. ايساف من المبدعين يا استاذه ايمان اللي بيمتلكون الحس الحقيقي وبيملك الاداء في الابداع من خلال نطق القصيده من مخارج وحروف، واكيد طبعا شفتي اداؤه كان عامل ما شاء الله ما شاء الله فعلا. وانا بقول له ان الشعر اكتمل بادائك المبدع وبصوتك المبدع، لانه كان مثال للحاله اللي كان بيمثل حاله النص النفسيه نفسها، لان قيامه باداء النص الحزين بطريقته بيختلف عن اي اداء سواء كان في الشعر الحماسي او في الشعر اللي فيه قصائد فرح، تحس ان كل اداء مختلف، فده بيديله
القوه اللي انا قلت له عليك، انت مهرجان لوحدك ما شاء الله عليك. سياده المستشار، كانت الاعداد كبيره جدا في موهبه الشعر، ازاي تم تقييم المشتركين؟ والله كان التقييم عن طريق رئيس عام لجان التحكيم الاستاذه هنا السباعي والاستاذ اسماء يحيى. تمام. كان هو بصراحه يستاهل يعني، طبعا انا ما بتدخلش في امور التحكيم، ولكن كان لي راي في الاساف من الجانب السمعي، ان انا بتلقى العمليه الشعريه او الاداء الشعري لي. فبصراحه انا بشكره وبشكر والدته ووالده على اهتمامهم بالموهبه الرائعه دي. ان شاء الله. وبقول لك يا اساف، انت هتبقى بكره من عمالقه الشعر والادب. بكره بقى هيتكبر علينا يا سياده المستشار. صح؟ لا لا لا، ده حد جميل قوي، لا حد جميل قوي، مش بتاع تكبر، بالعكس شخصيته جميله. وعايز اقول لك لغه الجسد اللي هو بيشكر حضرتك، هو بيشكر حضرتك، بس هو عشان هو صوته صغنطوط بس. علي صوتك. لا هو حد جميل، بس عايز الفت نظرك لحاجه مهمه. اتفضل. فن انا اساب بالنسبه لي مش في القاء شعر وبس، لا انا كمان بقول عليه ان عنده اجاده في فن التلوين. فن التلوين في ايقاع الصوت، وايجاد فن التنويع بالاعتماد على المعنى المقصود للقصيده اللي عايز يوصلها للمستمع، لغه الجسد اللي بيقوم فيها في ادائه سواء كان في حركته في عينيه او في ايده، طريقه الوقوف دي لها اثر كبير جدا على المتلقي اللي انا بسمعه. تمام. سمعنا ان الاشتراك في المهرجان 2021 بدات، صحيح؟ والفتره اللي مسموح فيها في الاشتراك قد ايه؟ وفعلا بدأنا فتح باب الاشتراك، وهيبدأ تفعيله بالظبط من 1 مارس ل 30 ابريل. وفعلا السنه دي العدد محدود، فان شاء الله يكون مهرجان 21 يحقق نفس نجاح 2020 ان شاء الله. وفي نفس الوقت بنتمثل في الموهوبين الجمال اللي كانوا في مهرجان الطفل المبدع، واتمنى اشوف اساف عشان ياخد لقب الشاعر الصغير العام ده ان شاء الله. انا مبسوطه باولادك يا سياده المستشار. ربنا يخليك يا فندم، احنا اللي مبسوطين بيكم وبادائكم وبتسليط الضوء على المواهب الجميله ديت، ونتمنى نشوف المزيد، لان دول امل الامه يا فندم. ان شاء الله. ازاي بقى بيتم الرعايه على الفائزين في المهرجان؟ والله يا فندم، احنا المهرجان بيحتضن جميع ابطال مصر والوطن العربي كمان، فبيتم الاهتمام بالموهبه عن طريق بقى مؤسسه مصر الحقيقه لتنميه المهارات، وبنحتضن كل طفل عنده موهبه، حتى الاطفال اللي ما عندهاش موهبه احنا بنكتشف المواهب وبنقدر نساعدهم في اختراق العمليه الابداعيه بتاعتهم. سيادة المستشار، شكرا لحضرتك ونورتنا، ويا رب كده مزيد من النجاح، ومنتظرين اولاد المهرجان ان شاء الله يا فندم. وشكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. ايه عامل ايه؟ لو بقيت مشهور بقى وحققت احلامك هتخلينا اتصور معاك؟ اكيد طبعا. طب احنا عايزين نشوف الشعر اللي انت كسبت بيه في المسابقه في المهرجان. الشيء اللي انا كسبت بيه ام الشهيد. تقوله ولا نعرضه؟ انت حابب تقوله؟ اي حاجه ممكن تعرضيها. نعرضه. طب يا جماعه نعرض الفيديو بعد اذنكم، عشان احنا في مسابقه حلوه جدا. احنا دلوقتي معانا الرعاه بتوع البرنامج، عرض مقدم من حلواني لينزا تورتايه بصورتك. دي مسابقة ودي جايزة لكل طفل في المهرجان، بس هي مميزة النهاردة عشان أولها مع إساف. العرض الثاني من شركة المثل التسويق العقاري، 3 أيام في الساحل الشمالي. تمام؟ عرض من الدكتورة أسمهان فكري، مركز سكين كير، كورس العلاج البشرة لأي حد من أسرتك عشان أنت لسه صغير ومش هينفع معاك الموضوع ده. عرض من الدكتورة أسماء خالد، سفيرة الرشاقة، كورس كامل للتخسيس والرشاقة برضو لأي حد من أسرتك. دلوقتي الاربع عروض معانا، هتختار عرض. العرض اللي انت هتختاره هيتنفذ لك دلوقتي، على العلم هو في عرض منهم برضو هيتنفذ لك اخترته او ما اخترتوش. تمام. هاي يلا يلا.
انا اختار ده. اوكي افتح العرض وقوله. ايه ده من حلواني لينز؟ طب اقرا العرض كله كده وريني. نور مش عارف اقرا. ايه ده من حلواني لينزة تورتاية بصورة المتسابق في مهرجان الطفل المبدع ابن المنصورة المتسابق اساف نبيل. كده كده على فكرة انت لو ما كنتش اخترت العرض ده هو كده كده كنت هتاخده. طبعا انا بشكر الاستاذ محمود عبد الهادي، بشكر الاستاذ عبد الغني، بشكر كل لينزة. ولو انت ما كنتش يعني لو انت بتتمنى ان انت تكسب حاجة من دولت كنت كسبت ايه؟ كنت تتمنى تكسب ايه في الاربع عروض؟ انا يعني الحمد لله انا كنت بتمنى ده لان انا بحب لينزا يعني، وعلى طول احنا زباينه بنروح نشتري من عنده. طيب انا عايزاك تقول كلمه لماما والبابا. بشكركم جدا على دعمكم ليا، يعني انا بتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم والله. شكرا ليكم جدا يا جماعه. بس هي في مفاجأة احنا هنعملها لإساف على الهوا. تغمض عينك الأول. يلا هستأذنكم بس الفيديو بتاع الشعر. اوعى تفتح عينك، هنجيب لك الساحل الشمالي عندك دلوقتي. ما تدمعيش يما، موت علشان اعيش. اوعاكي يما في يوم تقلي وتزعلي، شوفي العساكر جندي جندي اسألي. ابني مات حس بقهات؟ لا يما ما تخافيش، ابنك بطل مهما حصل. انا عارف انك واقفه وحدك للزمن، انا عارف انك واقفه وحدك للزمن. الظلم منهم واحنا دافعين الدم، انا عارف. الله الله يا عالم، مين شايلها في المحن ومن ضريح؟ رغم البصر وضمير مفيش، ما تدمعيش. هفتكرك يما لو لحظه نسيت، هفتكرك وانا ايدي في ايدك وعينيا بتكبر في عينيك. دافي من فضل ايديك ياللي صبرت سنين مكوية، تبكي تخافي تداري علي. احترت اشوفك على الواقع وانا عايش واقف مش واقف. ما تدمعيش، انا كبرت وبقيت لك راوي. حب بلادي الامر الواقع، وجريت في ذهني ربيتي، ونسيت في نهايتي نهايتك. شفت عدو بلادي عدو، وبلادي عروسه تقول صم، واخواتي بيموتوا في ايدي والخوف دمرته. ما تخافيش، ابنك حي يا دوب هيقول وينادي يا ام معقول. بلدي تنادي تقوم وتعادي، واعمل نفسي بطل موهوب. لا لازم اقوم وقت الاعداء، ولو راح اموت وارجع في تابوت. ما تخافيش، ده تابوت بيقود من جنة، والزفه مش موت هتهنى. وده وعده من ربي يقين، اني بطل والام شهيد، اني بطل والام شهيد. فتح عينك. انا عملت لك مفاجاه وانت وجعت قلبي على الهوا. ايه رايك بقى في التورتايه؟ لا حلوه جدا. طب احنا ممكن نقرا مكتوب قدام بقى. يا رب تكون التورتايه عجبتك،
وقبل ما اختم حلقتي بشكر إساف وبشكر كل القائمين في قناة الصحة والجمال والقائمين على برنامج خليك هنا، وإهداء مني لصديقتي وحبيبتي مصممة الأكسسوارز حنان عطية، بقولك مليون سنة سعادة على قلبك، مليون سنة سعادة، ربنا يسعدك ويا رب دايما معانا أنا وإنتي وأسماء فتحي. شكرا ليكم وشكرا حسن متابعتكم لنا.